قضيت الواقع لكم وفي مرحلتك وظرفك أنا ليس معناها التبييع. في بعض الناس تحت مسمى فقه الواقع صار يبيح المحرمات، صار يتجاوز الخطوط الحمراء حتى في العقيدة والثوابت تحت قضية والله إيش فقه الواقع، تحت فقه الضرورات تماما صار يترك كل شيء يعني تماما، وصار يعني يسير في كل شيء. وهذه طامة، فقه الواقع له ضوابط والضرورات لها ضوابط، فكلها تدور في فلك عقيدتنا وثوابتنا وأصولنا، لكن على حسن الفهم وحسن الأداء. هذا الأمر انتبهوا له. قرأت بعض الأبحاث الجيدة المعاصرة لبعض من يجعل فقه الواقع هو البوابة تماما للتعامل مع الأحوال، فنسفوا ثلاث أرباع الإسلام وأحكامه بحجة أنه هو فقه الواقع، وأباحوا ما حرم الله بحجة أنه فقه واقع. إنما هناك فقه شرعي يصلح لكل زمان ومكان وظرف وحالة، لكن ترجع لمن يحسن الفهم. النصوص هي لكن حسن فهمها واستيعابها وحسن إنزالها على محلها هنا الذي يتميز به أهل الاستنباط من غيرهم. ومن فهموا السيرة وقرأوها من غيرهم من أصحاب الورع البارد، نسأل الله الثبات لنا ولكم والسداد والرشاد والهدى، ونسأل الله أن لا تزل قدم ولا يضل فهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نخرج عن مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ظاهرا ولا باطنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وسيروا رشيدا.